بعد حل البرلمان الحالي. بين مطالب زعيم التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ورفض نور المالكي أحد أركان قوى الإطار التنسيقي لتلك المطالب، تتصاعد الأزمة السياسية في العراق، خصوصا مع استمرار اعتصام أنصار الصدري في المنطقة الخضراء وغلق مبنى البرلمان. هذا إصرار من قبل السيد المالكي استمرارا لنهجه السابق، وبالتالي هذا ينسف كل فرص للحوار ما بين الطرفين، خاصة حينما يكون كل طرف أن يفرض رأيه في هذا الاتجاه. يبدو أنه ليس هنالك أي فرصة للحوار. على الجانب الآخر، تبدو أدوات المالكي أقل قوة مما يمتلكه الصدر، فهو يراهن على دعم حلفائه الذين بدوا منقسمين في الآراء. فهناك عدد من قوى الإطار لا تمانع فكرة إجراء انتخابات جديدة، وهو أمر يؤشر إلى وجود اختلافات ربما بدأت تظهر بين تلك القوى. هذه الخلافات أنا أعتقد أن هناك راعي يدفع باتجاه إنهائها بشكل كامل داخل البيت السياسي الشيعي، خصوصا وأن إيران تدرك من أن استمرار هذه الخلافات سيقوض من نفوذها في الداخل العراقي. ويأتي هذا الأمر في وقت تحاول فيه شخصيات وأطراف سياسية تهدئة الشارع وتصدر مشهد الوساطة للخروج من عمق الأزمة الحالية التي تخيم على البلاد. أغلب المبادرات التي طرحت لإيجاد حل قريب للأزمة السياسية في العراق تبدو بلا أفق، فالصدر ما زال متمسكا بآرائه ويرفض الجلوس على طاولة حوار مع خصمه المالكي، لتبقى الأزمة السياسية تدور في حلقة مفرغة. محمد فاضل، الغد، بغداد.